بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسل الله الكرام. ربنا اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، تولنا في من توليت، تباركت اللهم وتعاليت. للفقراء النفقة توجه إلى ما سنزيد ما مذكورين في هذه الآية 273 من سورة البقرة. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، مثلنا احنا أحصرنا في سبيل الله، يعني إيماننا جعل أعداءنا من مدعي الإسلام ومن أهل السلطان ومن أهل الأموال والصولجان، من حصرونا ويتبوا فينا ويضطهدوا فينا. هذا عبر التاريخ، ما هوش اليوم برك، إخواتنا من البداية وهم في الاضطهاد باش تعرفوا الإسلام هو وقع عليه الظلم ووقع عليه الاضطهاد، لا العكس. ما عندناش احنا نضطهدوا حتى احد، لكم دينكم ولا ديننا، ولا إكراه في الدين. لازم تفهمونا يا ناس، فهمونا، راهو اضطهادكم لينا لا أساس له، لا تاريخا ولا الآن ولا بعد الآن. أعنا ناس مسالمين بفضل الرحمن اللي اسمه السلام واسمه المؤمن، أي يؤمننا ويؤمن حتى أعداءنا لكي لا نسلط عليهم عذابا لا يستحقونه. مش تعرفوا بالضبط مسالمتنا، نوتر كاركتير بيزيبل إلي بيان بيان ديليميتي إلي بيان شوازي بارديو. والسلام.